ننتقل إلى الموضوع التالي في حلقة اليوم، وتعد ألعاب الخفة من أقدم أشكال الترفيه عبر التاريخ، وقد أذهل محترفوها الجماهير من خلال أدائهم. ورغم هيمنة العلم والتكنولوجيا في وقتنا الحالي، لم تفقد هذه الألعاب جاذبيتها، فما زلنا مفتونين بتجربة أشياء نعتقد أنها مستحيلة. للمزيد ينضم إلينا في الاستديو طه جبري، اختصاصي في التنويم المغناطيسي. الله يستر. صباح الخير يا طه. صباح الخير. يعني أنت بتعمل ألعاب خفة وبالإضافة إلى التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي يعني طول عمرنا نشوف في المسلسلات وفي الأفلام، يجلس الواحد ويعدوا له بالحديدة هذيك ويخلوه إلين ينام وما عاد يعرف إيش تصرفه هو نايم. أتصرف بإيه؟ أيوة. طيب هذه الفكرة صحيحة عن التنويم المغناطيسي، ولا كيف بتعمل أنت التنويم المغناطيسي وإيش تستخدمه؟ أوكي، أولا شكرا على الاستضافة. أهلا بك. التنويم المغناطيسي فيه عدة أشكال. فيه تنويم مغناطيسي لأجل التطبيب، وفيه تنويم مغناطيسي من أجل شوز، وفيه أنواع أخرى غير معروفة. التنويم المغناطيسي في شوز هو اللي نقدروا نجعل الشخص ينسى اسمه أو ينسى مكانه أو ما يقدر يقوم أو العديد يعني من أنا أحب أنسى مروة نسيني مروة إن شاء الله. والتنويم التطبيب يعني يصلح في مشاكل نفسية اللي نقدر لا إن شاء الله تخلص مني أنت كمان. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني ما أعرف أنت اليوم. طيب خلينا نبدأ، يعني خلينا نشوف أشياء من التنويم المغناطيسي. أنا ما عنديش مشكلة أجرب. أوكي. بس يعني ما تخلينيش أتكلم كلام أنا ما كنتش مسؤولة عنه. أوكي هنعمل تنويم مغناطيسي. طيب نحب في البداية just close your eyes، اغلقوا عينيكم. حتنومنا احنا الاثنين اليوم. الله يستر. اغلقوا عينيكم. It will be fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just close your eyes and relax deep down. Relax, stay relaxed. Perfectly. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sleep deep down. الآن أنتم تسمعوني، هأحسب إلى ثلاثة. عندما أقول ثلاثة تستيقظان، وفي كل مرة أنظر إلى عينيكما سوف تضحكان بطريقة هستيرية. 1, 2, 3. Thank you very much. How are you? Good? How are you? ما تبي تضحك. It's coming. يعني مش عارف. لسه صراحة ما اقتنعتنيش، يعني أنا محتاجة شوية وقت. لا إحنا أصلاً في وضع في على الاستديو في الإضاءة، ويعني يمكن يبغاله الموضوع ريلاكس أكثر من normally يخص more relaxation and more time. little bit more time. ولا تحضير من قبل. أوكي. طب إحنا ممكن نشوف إيه تاني يعني؟ ممكن نشوف ألعاب خفة. أنت ممكن تطير مها كده تخليها طايرة على الهواء. ممكن. طيب. ألعاب خفة. نشوف ألعاب خفة بما أنك وريتني قبل شوية في. So we have normal deck of cards, different cards. ورق مختلف. Okay. Give it mixed. خليته. For me. عاد أنا شاطرة في الخلط. تلعب. أنت المفروض بلعب بلوت زمان وما تعلمت. أوكي. أوكي. Thank you very much. مها. اقسمي اقطعي على اثنان. أوكي. أوكي. Perfect. اقطعتي هنا. تريد أن تغيري ولا لا؟ أغير القطعة كمان. أوكي. أوكي.
اوكي اقطعتي هنا. ايوه اوكي. انت ما عارفه وانا ما عارف. اوكي نشوفوا. انا ما عارفه بس انت الله اعلم. ايس اوف هارتس. ايس اوف هارتس ناخذه نحطه في وسط الورق. And look at this. And the miracle happens. Just انفخ with the ace of hearts jumps. طب ليه نفسها ورا تحت كمان؟ لا. ايه. مش هارت. اوكي مش هارت. Do it again. يا قاعدة انا قاعدة انا قاعدة. Do it again. اقطعي. اوكي اوكي. This one ولا تبدلي؟ كمان. تبدلي؟ اوكي. اوكي. ايش ورانا؟ اوكي لك. Eight of hearts. اوكي لك. هحاول اعملها twice faster. مرتين اسرع. Yeah, مرتين اسرع. Just انفخ. مها تظن ان eight of heart is here but it's not the case. ما كانش الفوق. علاش؟ ليش؟ لان نسينا. لانك حطيتها جوا. لا لان نسينا ما درنا هاك. اوه اوكي. لا انت تخبيها كنت اكيد في مكان. والله لا والله لا. طب كيف طلعتها؟ كيف يعني؟ هذه خفة. ايوه اسرار المهنة زي ما بتقول. طب العاب الخفة دي يعني. ايوه بالضبط. يعني زي انت تعلمتها من الفيديوهات شفت ناس كانت في الاول عالمية. موهبة. كان اهتمام موهبة. When it's the case. لازم تشتغل يعني عليها. اشتغلت عليها ازاي؟ اشتغال كان فيديوهات كان شوز كنت نحضر لهم. من عمرك كم بدأت؟ يعني أنا من وأنا صغيرة كنت أدور بالورقة بسوي لك ألعاب الخفة. 8 سنوات 9 سنوات كان عمري 9 سنوات. تنويم مغناطيسي كان عمري 15 سنة 16 سنة. تنويم المغناطيسي أكيد مش أي حد يقدر يعمله. ليه تقنيات وليه طريقة معينة. قد إيه بتاخد وقت عشان تتدرب عليها؟ تاخد وقت طويل؟ إذا أنت عايز just for fun يعني just for shows مش مشكلة. يعني تقدر تتعلمه في سنة أو سنتين. إذا كنت عايز تطبيب يعني لازم أنك تدرس psychology. تخصص. طيب احنا مبسوطين وسعيدين بوجودك معنا اليوم يا طه. والحمد لله اننا ما نبنى على الهواء لانه في ناس يشوفونا. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. طه جبري اختصاصي في التنويم المغناطيسي والعاب الخفه ايضا.